عبد القادر الجيلاني في العراق، فإن هذا الرجل من علماء متأخر الحنابلة، ليس من متقدمهم، وهناك من سبقه ومن جاء بعده أكثر منه علما وأكثر منه عبادة، ومع ذلك لم يتخذ قبره كما اتخذ قبر هذا العالم. وسبب هذا الغلو الذي نشأ في هذا الرجل. وهذا الرجل تحدث عنه الذهبي في سير إعلام النبلاء، قال: وعبد القادر الجيلاني له شأن كبير، لكن عليه أو عنده مزاعم ودعاوي، يدعي أن هناك كرامات عجيبة تحصل له، والله الموعد، وكثير منها مكذوب عليه. هذا كلام الذهبي رحمه الله في عبد القادر الجيلاني.